كاد اجزم ان انا اكتر واحده في الكون بتكره الصيف. بصوا ببقى مش طايقه نفسي حرفيا وبتلكك عشان انفجر في اي لحظه. طب ما تقعدي تحت التكييف يا حبيبتي بدل الصياح ده. والله يا جماعه انا بكلمكم تحت التكييف اصلا وبشغل مروحتين جنب التكييف وكله تمام، بس المود العام نفسه وحش قوي بالنسبه لي. انا بكره شهر 5 و6 و7 و8 جدا، وبحمد ربنا ان انا بطلع من الشهور دي وانا مش مرتكبه جريمه. بس عملت ايه بقى عشان اخلي الشهور دي احلى شهور في السنه واكتر شهور بنجز فيها وبقدم فيها احلى نتائج بالنسبه لي؟ بدات اقنع مخي انه شهر 5 و6 و7 و8 دول احلى شهور في السنه، وانه انا هطلع طاقتي كلها في الشغل وهعمل احلى نتائج. واقسم بالله حرفيا يا جماعه النتيجة دي كانت مبهرة بالنسبة لي، وفعلا بقت الشهور دي تحولت من أسوأ شهور كنت ببقى أوحش نسخة من نفسي، أسوأ نسخة من نفسي حرفيا. ولكن بعد ما أقنعت عقلي إن أنا الشهور دي بحبها، بعد ما عقلي استوعب الفكرة دي وصدقها، خلاص أنا بقيت أستنى الشهور دي من السنة للسنة عشان أحقق فيها أحلى نتائج في شغلي وفي حياتي عموما. اللي عايزة أقوله إن أنت عندك القدرة إن أنت تحول أي حاجة بتكرهها في حياتك لحاجة أنت بتحبها جدا. عقلنا اللاواعي قادر يغير حياتنا كلها، مش بس حاجات احنا بنحبها وما بنحبهاش، لا انت بس اقنعه باللي انت عايزه.